مرحبا. في الفيديو السابق تعلمنا كيفية التعامل مع البطاقات على كويزلت. في هذا الدرس ستتعلم النطق السليم للكلمات والجمل وتقوم بتسجيلها. كما ذكرنا مسبقا، فإن تعلم اللغة مع Speak to Go يتألف من سلسلة من التمارين المختلفة. في قسم Words سوف تتدرب على نطق المفردات. لاحظ أن هذه الكلمات هي نفسها التي تعلمتها باستخدام البطاقات. في قسم Speak سوف تتدرب على نطق الجمل باستخدام المفردات الجديدة. عندما تحاول التسجيل في Speak to Go لأول مرة، يسألك المتصفح عن إمكانية استخدام الميكروفون في موقع Speak to Go. عليك بالطبع السماح باستخدام الميكروفون حتى تتمكن من التسجيل لنفسك. إذا قمت بحظر الميكروفون عن طريق الخطأ، فسيظهر رمز خاص في شريط العنوان في المتصفح. اضغط عليه لإلغاء الحظر. عند ممارسة التحدث باللغة الإنجليزية باستخدام Speak to Go، يوصى باستخدام سماعة رأس مزودة بميكروفون أثناء التسجيل. من المهم أن تكون في بيئة هادئة بدون موسيقى أو أشخاص يتحدثون في الخلفية، لأنهم قد يضيفون ضوضاء تجعل من الصعب التعرف على صوتك. تتكون دروس Speak to Go من 4 مراحل: الاستماع إلى الراوي الأمريكي أليس، دورك لتتحدث وتسجل لنفسك. سيقوم البرنامج بتشغيل التسجيل الخاص بك، وفي نفس الوقت سيقوم محرك التعرف على الكلام في Speak to Go بتحليل نطقك وبمنحك درجة. عند التسجيل اضغط على الميكروفون طوال مدة التسجيل تماما كما في واتساب. في حالة فشل التسجيل اقرأ الرسائل التوضيحية في أسفل يسار الشاشة. حسناً، الآن فهمت الأمر وبإمكانك أن تبدأ التسجيل. لقد تمكنت من التسجيل، رائع. لم تنجح؟ نحن هنا من أجلك. يمكنك الحصول على المساعدة من Help أو انقر فوق شعار Speak to Go وتحدث معنا. لابد أنك لاحظت أن البرنامج يلون الكلمات ويمنحك النتيجة النهائية على اليمين، لذلك دعونا نشرح الطريقة التي يمنحك بها برنامج Speak to Go الدرجات. Speak to Go يقارن نطقك بالنطق الأمريكي، ولكن في الوقت نفسه يدرس برنامج Speak to Go شكل النطق الخاص بك ويعرف مستواك من خلال ملاحظاته على نطقك لكل صوت على حدة. فنظام الدرجات موضح فيما يلي: اللون الأخضر أي أنك تتحسن بطريقة مذهلة وأن نطقك قريب جدا من اللهجة الأمريكية، أحسنت. اللون الأصفر أي أنك جيد جدا، حافظ على المستوى الذي وصلت إليه. اللون الأحمر ليس جيدا، نطقك أقل جودة من المستوى الذي وصلت إليه بالفعل. يمكنك الاستماع إلى أليس مرة أخرى وتعيد التسجيل ثانية. الدرجات على اليمين هي إشارة صح أخضر وصح برتقالي وإشارة خطأ أحمر، تماماً كما هو الحال في إشارة المرور. عندما تتمكن من الحصول على صح أخضر، أي أنك حصلت على جميع النقاط في هذا التمرين. تذكر أن برنامج Speak to Go يقيمك جيداً ويمنحك الدرجة المستحقة حسب نطقك، لذا اجتهد أكثر وحاول التسجيل مرة أخرى حتى تحصل على الإشارة الخضراء. تحتوي جميع شاشات Speak to Go على بعض الأزرار والأيقونات التي عليك أن تعرفها. بالضغط على Play يمكنك تشغيل الراوي مرة أخرى، وبالضغط على رمز الأذن يمكنك سماع أحدث تسجيل لك، وبالضغط على Next تنتقل إلى التمرين التالي وبجانبه اسم التمرين الذي تقوم به، وبالضغط على باك ترجع إلى التمرين السابق. تحتوي شاشة الفيديو على وحدات تحكم لعرض ملء الشاشة والتخطي لإنهاء الفيديو. في الشريط العلوي يمكنك الحصول على المساعدة أو العودة إلى الشاشة الرئيسية في البرنامج. على اليمين سترى اسمك وبجواره قائمة بوظائف إضافية. هذا كل شيء. لقد انتهينا من عرض محتويات الشاشة الرئيسية للبرنامج. الآن يمكنك الانتقال لتمارس نطق الكلمات والجمل باللغة الإنجليزية. حظاً موفقاً. Good luck.